بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الفيديو الجديد الذي سنخصصه لتطبيق المنهجية على بعض مواضيع البكالوريا، بعض محاور البكالوريا طبعا، مركزين في بعض الحلقات أو في بعض المقاطع على بعض النقاط المخصوصة في كل فيديو. على سبيل المثال سنركز على الأخطاء اللغوية، على رسم الكلمات، على الأسلوب، طرح الإشكاليات، طريقة خلق مقال أدبي متميز من خلال تسلسل الأفكار، ترابط الأفكار وغيرها من المسائل. ولكن في نهاية المطاف ستكون هذه المقاطع متتالية. في كل مرة سنحاول الإجابة عن بعض المحاور أو طرح أو التطرق إلى بعض المواضيع، تفكيكها، تحديد عناصرها وإلى غير ذلك، متبعين طبعا المنهج الذي ذكرناه في الحصة الأولى التي عنوناها بكيف أحرر مقال أدبي متميز أو منهجية تحرير المقال الأدبي المتميز. سوف نبدأ بالموضوع الأول وهو ضمن المحور الأول طبعا، محور الحماسة. الموضوع هو كالتالي: لئن كان شعر أبي الطيب المتنبي، لئن كان شعر أبي الطيب المتنبي متأصلا شكلا ومضمونا في السنن الشعرية التقليدية. لئن كان شعر أبي الطيب المتنبي متأصلا شكلا ومضمونا في السنن الشعرية التقليدية، فإنه يعكس قدرة فائقة على المجاوزة والإبداع. توسع في هذا الرأي مدعما بشواهد مما درسته. أعيد الموضوع مرة أخرى: لئن كان شعر أبي الطيب المتنبي متأصلا شكلا ومضمونا في السنن الشعرية التقليدية، فإنه يعكس قدرة فائقة على المجاوزة والإبداع. توسع في هذا الرأي مدعما بشواهد مما درسته. ستجدون الفيديو ستجدون الموضوع أسفل هذا الفيديو. إذا نبدأ، أول مرحلة التي ذكرناها في الحصة الماضية هي قراءة الموضوع قراءة متأنية، فهمه فهما دقيقا. نبدأ أو نعيد قراءة الموضوع مرة أخرى، لأنه في إعادة القراءة هناك العقل يستطيع أن يسترجع بعض الأفكار ويستطيع أن يحلل بعض النقاط وأن يحدد بعض المفاهيم وأن يؤولها ويبسطها أيضا. أعيد قراءة الموضوع مرة أخرى: لئن كان شعر أبي الطيب المتنبي متأصلا شكلا ومضمونا في السنن الشعرية التقليدية، فإنه يعكس قدرة فائقة على المجاوزة والإبداع. توسع في هذا الرأي مدعما بشواهد مما درسته. قرأنا موضوعنا. المرحلة الثانية هي تحديد المعطى والمطلوب، وأنصحكم في كل موضوع أن تحددوا المعطى والمطلوب، رغم أن هذه النقطة بسيطة عند البعض ولكنها ضرورية وملحة في العمل. ينبغي علينا أن نحدد المعطى والمطلوب. إذا المعطى هو من لئن كان شعر كذا وكذا إلى حد الإبداع، أي ما قدمه لنا صاحب الموضوع. البقية هو المطلوب، أي ما طلب مني القيام به، وهو توسع في هذا القول مدعما بشواهد مما درسته. المرحلة الموالية بعد أن قرأنا الموضوع وحددنا المعطى والمطلوب، سنحدد نوع المعطى، وهذه ركيزة أساسية في المواضيع. ينبغي أن نعرف أنواع الموضوع حسب المعطى، لأن هذه الأنواع تمكننا من معرفة منهج العمل. إذا لئن كان، نلاحظ أن الموضوع افتتح بكلمة لئن، لئن فإن. إذا لئن كان شعر أبي الطيب المتنبي فإنه، ماذا تلاحظون؟ تلاحظون أن الموضوع توازني، عنصر أول وعنصر ثاني نحاول أن نوازن بينهما. لئن فإن هي تعبر عن الموضوع التوازني. إذا بعد أن هذا المعطى، إذا نوع المعطى هو توازني. نوع المطلوب، ننظر إذا في المرحلة الموالية نوع المطلوب، توسع في هذا الرأي، إذا التوسع هو موضوع تحليلي بلا شك. المرحلة الموالية بعد أن حددنا نوع المعطى ونوع المطلوب، فهمنا أن موضوعنا توازني، أي هناك عنصرين أساسيين وأنه سنحلل فقط دون نقاش أو إبداء رأي. ننتقل إلى المرحلة الموالية وهي
تسطير، تشكيل، تلوين الكلمات المفاتيح. طبعا علينا التعامل مع موضوعنا تعاملا حقيقيا، ينبغي أن نلون الكلمات لكي نضع رموزا لذهننا لنستحضر الأفكار، ينبغي أن نضع في دوائر وأطر الكلمات المهمة التي أفهم بها الموضوع وأحدد يعني عناصره وإشكالياته ومنهجه. لئن، قلنا لئن هذه أداة من أدوات لئن، فإن هما تدلان على التوازن. كان شعر أبي الطيب المتنبي، إذن شاعر واحد هو المتنبي. متأصلا، ما معنى متأصل؟ أي أنه متجذر يعني له أصول أو منبثق من ماذا؟ متأصل شكلا ومضمونا. سأتحدث عن الشكل، بنية القصيدة، إيقاعها وغيرها، ومضمونا أي قضاياه في السنن الشعرية التقليدية. شعر أبو الطيب المتنبي ما به؟ متجذر، متأصل، منبثق من السنن الشعرية التقليدية، الشعرية التقليدية طبعا، شكلا ومضمونا. ثم يعكس هذا الشعر، يعكس أيضا قدرة فائقة على المجاوزة والإبداع. لدينا وكأنه موقفين مختلفين، أولا تقليد، ثاني تجديد وخلق وإبداع. وبعدها طبعا أن حددنا هذه الكلمات وفهمنا موضوعنا جيدا، الآن سننتقل إلى العنصر الموالي وهو تحديد العناصر. طبعا العناصر سيبنى موضوعنا على عنصرين أساسيين، هما مظاهر، أو نقول مظاهر تأصل شعر المتنبي في السنن الشعرية التقليدية شكلا ومضمونا، هذا سيكون عنصر أول. وعنصر ثاني طبعا مظاهر الإبداع والمجاوزة التي خلقها المتنبي في شعره. بعد أن حددنا العناصر نذهب إلى طرح الإشكاليات. طبعا الإشكاليات ستطرح بناء على العناصر التي حددناها، فقط نضيف أداة استفهام ونقطة الاستفهام. ما هي مظاهر تأصل شعر المتنبي في السنن الشعرية التقليدية شكلا ومضمونا؟ ونضع نقطة الاستفهام. ثم الإشكالية الثانية، وأين تتجلى لنا قدرته الفائقة على المجاوزة والإبداع؟ نقطة استفهام. لا نعقد، نحاول أن نطرح الإشكاليات بوضوح. طرحنا إشكاليتين، نجيب عن الإشكاليتين تحليلا ونفي حق الإجابة بشواهد، سواء شواهد يعني متصرف فيها معنوية أو شواهد لفظية. ويحبذ في شعر الحماسة أن نحفظ بعض الشواهد أو نحفظ أبيات لكل شاعر وأن نوظفها توظيفا سليما ودقيقا. طبعا بعد أن طرحنا الإشكاليات، الإشكالية الأولى في هذا الموضوع هي، قلنا ما هي مظاهر تأصل شعر المتنبي في السنن الشعرية التقليدية من حيث الشكل والمضمون؟ والإشكالية الثانية، أين يتجلى لنا أو أين تتجلى لنا قدرة المتنبي الفائقة على المجاوزة والإبداع؟ هاتين الإشكاليتين هما اللتين سيبنى عليهما العمل. طبعا بعد هذا نذهب إلى مسألة جمع شواهد وأفكار هاتين الإشكاليتين لنجيب عنهما. طبعا في هذا الموضوع لن أقوم بجمع الشواهد والأفكار، من يريد أن أقدم له شواهد والأفكار لهذه العناصر فيترك تعليقا إذا أسفل الفيديو وسأرسل له جدولا فيه الإجابة عن عناصر وشواهد العنصر الأول وأفكار وشواهد العنصر الثاني. إن كان لديكم موضوع غير مفهوم أو ترغبون في تفكيكه وتفسيره، طبعا أنا موجود، اكتبوا لي تعليق في أسفل هذا الفيديو وسأجيب عن الموضوع في الفيديو المقبل إن شاء الله. بالتوفيق. طبعا علينا أن نتدارك نفسنا، من لم يراجع فليراجع، يعني يسرع في المراجعة. أنصحكم بالتطبيق ثم التطبيق ثم التطبيق، لأن مادة اللغة العربية يعني يتميز فيها من كان قادرا على الكتابة، السلاسة في الكتابة. ولا تأتي السلاسة في الكتابة وجمالية الأسلوب إلا من خلال التطبيق، فعليكم بالتطبيق. وها نحن هنا موجودون، إن شاء الله سنساعدكم بقدر المستطاع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متمنين النجاح للجميع. السلام.